نظمت النقابة الوطنية للمعلمين وقفة احتجاجية أمام وزارة التهذيب الوطني في نواكشوط، شارك فيها العشرات من المعلمين، وطالبت النقابة بإلغاء المرسوم الذي ينص على العلامة القياسية للمعلم، مؤكدة أنه يكرس مزيدا من الظلم حسب وصف النقابة. نتابع. النقابة الوطنية للمعلمين تحتج أمام وزارة التهذيب الوطني بنواكشوط ضد ما سمته عدم استجابة الوزارة لمطالبها الملحة، مطالب تقول النقابة إنها أدرجتها ضمن وثيقة تقدمت بها إلى مكتب الوزير. ودعت النقابة الوطنية للمعلمين وزارة التهذيب الوطني للاستجابة الفورية لعريضتها المطلبية المتضمنة مطالب من بينها صرف علاوتي الطبشور والامتياز بالنسبة لمعلم الامتياز، ووضع حد لما قالت إنه تلاعب بهم. كما أن من بين المطالب كذلك إلغاء المرسوم رقم 082 الخاص بملائمة وتبسيط نظام أجور وعلاوات موظفي الدولة ووكلائها العقدويين. طالبوا بأن هذه العلاوات أنهم يصرفونها في أسرع وقت، اللي علاوة الازدواجية وهذا، وأيضاً العريضة المطلبية اللي طارحين المعلمين اللي معروفة. سمعتني على انها اكتياليزه وعلى انها هذا سمعتني. وتحدث المحتجون عن ما قالوا انه فصل جديد من فصول المعاناه التي يتعرض لها المعلمون عموما ومعلم الداخل خصوصا، والذين تقول النقابه انهم مرغمون على تدريس فصلين دراسيين في ان واحد مقابل تعويض زهيد. تجميع قالوا تجميع قسمين، وكنا نراوع عليهم علاوه 3000 وقيه. اليوم ما جينا قاعد ندور كان اصلا يصرفونا على بالتهاتنا، ولا عندهم مشكله من الساعه اللي شو الجاي هذا هو عاد وزير الماليه قاع وخذهم بالتهات وعاد يصرفهم شي قالوا ان في رمان سبيسيال. وياتي هذا الاحتجاج في سياق خطوات تصعيديه لوحت النقابه الوطنيه للمعلمين بالدخول فيها تنديدا بما سمته عدم استجابه وزاره التهذيب الوطني لعريضتها المطلبيه. ومعنا في الاستوديو محمد عبد الرحمن والسيداتي الامين العام للنقابه الوطنيه للمعلمين، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. ما ابرز مطالب النقابه الوطنيه للمعلمين واكثرها الحاحا؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافه. انا بودي اولا ان اقول باننا يؤسفنا اننا ندفع اليوم للاحتجاج والاعتصامات وهذه الوسائل بدأنا فيها بعد استنفاذ كل الوسائل الأخرى، المطالبات، اللقاءات، المراسلات مع الجهات المختصة. والوقفة اليوم قال فيها المعلمون كلمتهم كما قالوها في الوقفة السابقة المنظمة بتاريخ 16 مارس، والتي توقف فيها المعلمون في عموم التراب الوطني عن التدريس لمدة 3 ساعات، وتم توقيف العمل بشكل نهائي في ولايات بنسبة فاقت 100% وفاقت 90% ووصلت في بعض الحالات نسبة 100%. حدث ذلك في ولاية تل الزمور مثلا، وفي داخل تنواذيبو، وفي ولاية أدرار، وفي ولاية تقانت، وحتى في نواكشوط وباقي ولايات الوطن. نحن يؤسفنا أن طفلا موريتانيا واحدا يخسر ساعة تدريس واحدة، ولكننا ندفع اليوم لهذه الإجراءات وهذه الخطوات مرغمين لا مختارين. المعلمون أيضا خلال وقفتهم اليوم قالوا بشكل صريح وواضح كفى ظلما، كفى تهميشا، كفى تعطيلا لحقوق المعلمين، ورفعوا خلال وقفتهم اليوم المطالب الملحة التي تحول الكثير منها إلى التزامات موثقة في محاضر سابقة وتضمنتها أيضا وثيقة. نعم. النقابة المودعة لدى المجلس الأعلى للوظيفة للفتوى والمظالم منذ ما يزيد على 3 أشهر، وتتعلق بقطاعات. نعم. التهذيب الوطني والوظيفة العمومية وقطاع المالية. نعم. إذن كيف تعاطت وزارة التهذيب مع مطالبكم؟ للأسف نحن نعتبر أن وزارة التهذيب الوطني نكثت في عهودها وفي الالتزامات، لأن هذه المطالب المرفوعة اليوم كما ذكرت لك آنفا جلها تضمنته محاضر اتفاقات سابقة. الفريق الموجود حالا في الوزارة قد لا يكون مسؤولا عنها بدرجة مباشرة، ولكننا نعتبر الإدارة مستمرة، ونحن لدينا بروتوكول اتفاق منذ سنة 2011 تضمن العديد من الالتزامات التي رفعها المعلمون اليوم في وقفتهم. ثم أن هنالك بعض المكتسبات التي حدث فيها تراجع، نحن اليوم أمام مرسوم جائر كرس مزيدا من الظلم على المعلم الموريتاني وهو المرسوم
الرقم 082 الصادر عن وزارة المالية الصادر عفوا إبريل 2016، هذا المرسوم حدث مجموعة من العلاوات التي كان يتقاضاها المعلم الموريتاني منذ عشرات السنين كعلاوة الازدواجية وعلاوة التجميع. النقابة كانت قد رفعت شكوى للمجلس على الفتوى والمظالم، هل رد المجلس على شكواكم؟ المجلس علمنا مؤخرا أنه في دورته الأخيرة التي قضى عليها حتى الآن قرابة 45 يوم ما يقارب الشهرين، تأكدنا أن المجلس درس خلال هذه الدورة وثيقة النقابة، لكننا إلى حد اليوم لم نتلقى منه أي رد على تلك الوثيقة المودعة لديه منذ نهاية شهر سبتمبر 2016. الخطوات القادمة تحددت في البيان الذي صدر مساء اليوم عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية والمعلمين، والذي حدد ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الوقفة اليوم كسابقتها كانت مجرد رسالة إلى القائمين على الشأن العام لضرورة للاستجابة للمطالب الملحة التي رفعها المعلمون وتضمنتها وثيقة النقابة. النقطة الثانية أن هذه الوقفة بداية مسار سيتوج بإضرابات محمد عبد الرحمن والسيداتي الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين. اسمحي لي، النقطة الأخيرة التي تضمنها بيان النقابة رسالة موجهة إلى آباء التلاميذ، ونحن بوصفنا جزءا من آباء التلاميذ توجهنا خلال هذا البيان برسالة إلى آباء التلاميذ بضرورة تفهم الواقع الذي يعيشه المعلم الموريتاني وضرورة الوقوف معه. شكرا جزيلا لك. الوقوف معه ووقوف مع القضية التربوية بشكل عام التي يعتبر آباء التلاميذ المستفيدين. محمد عبد الرحمن والسيداتي الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين، شكرا جزيلا لك.